وسهلا وبكتاب بإيدنا كلنا اسمه سر الأسرار. هالسر موجود فيك منه بأي كتاب حطه الله بهالإنسان، ولكن الكتاب مثل ما منعرف صرنا إنه عصا سر الأسرار الصفعة الأولى. نعم بدنا كف حتى نوعى ونطوف ونشوف سر الأسرار الذي يحيا فينا وفينا انطوى العالم الأكبر. صح النوم يا أخوتي العرب، يا أهل الكتاب ويا شعب القراءة، معا سنشعر وننشر جميع الأسرار الموجودة في القلب وفي النصوص وفي النفوس. بس نحن أم تقرأ لا تقرأ، شو السبب؟ ليش بدنا نقرأ هالمجلات اللي كلها تخلي؟ فوتوا على الخلوة الداخلية. الكتاب خير جليس، ما بعرف يوم ما مع كتاب. البيت اللي فيه كتاب فيه حياة، الحمد لله بعد في مكتبة بلبنان، برا بأمريكا بنوع خاص شفتها بغير بلدين، بس بأمريكا بكل شارع بكل زروب عندنا مكتبة من الشعب للشعب ومنحط الضريبة فيها. مريم بتروح تعلم طبخ، أنا بروح بنظف، أنت بتكنس، أنت بتعمل هيك، كله هاي المكتبة. دخان ما في، أكل بسيط، كلنا بنحكي عن الأكل الصحي وموجود. ومطرح بيلعبوا الأولاد قدام أمهم وبيهم، ما بناخذهم على أوضة نلعبهم هونيك. فيك تاخد كتاب بتدفع دولار بالشهر وتصير هالكتاب تاخده على البيت وتجيبه وتقرأ وما تشتري. وصار عندنا مكتبة وعندنا تلفزيون، كله من الشعب للشعب. هلا نحن شغب هون، ما في مألوئين الإنسان، ما بنحب نقرأ، بدنا نقرأ بس الصور يلي هيك وهيك وعزوا ونزوا وهزوا ونزوا. مقدمة ابن خلدون 10 دولارات إذا حدا اشتراها، بس المؤخرة تبع بناتنا والتياب اللي بيلبسوها والبرامج اللي بنحطها وهيك. سر الأسرار كتاب لكل إنسان عنده قلب، مش القلب هيدا اللي من لحمة كيلو لحمة، يلي جوا لب القلب. يعني خل وقت بتصير تفهم بهالقلب يلي ما بيموت، بصير القلب اللي بيموت بيتناغم معه، الجسد كله بيتناغم مع الساجد، بصير في تناغم هارموني مثل ما الطبيعة بتتناغم مع بعضها. أنت كمان أسرارك كلها بتتناغم، كل أعضائها كل أجزائها. والمفتاح اسمه تأمل. هلأ عم نعمل تأمل، تأمل من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. من قلبك تكون كل شيء عم تعمله هي لإلك، ما تتأمل خير من حدا أبدا، عمل منيح وكن بالبحر يعني، ما من حدا، بس من جسمك هو برافقك على القبر، والباقي لا بيعرفوك ولا بتعرفهم يعني. بس كلنا جينا على هالدنيا ومعنا أمانة، هالأمانة بكل حرف، صارت النقطة تحت صارت حرب. بهالكتاب ما بعرف شو بدي أقرأ يعني. أشكركم جميعا على مساندكم لهالرسالة. يعني الكتاب بليكن منه موجود، أنا بقرأ كتاب مثلا The Secret لأوشو، ومن كتب أوشو عم تنتشر كتب كتير وبيبيعوها وبيعملوا ملايين ومليارات. راح واحد ما رح سميك على دبي، بعثت له طيارة خاصة وعطيته 3 مليون دولار 3 مليون، قال لي تحكي كلمات مريم عم بتقولهم صدقة وما بتحترموها لا ماديا ولا معنويا. انت بدبي وابو ظبي وكلكم الحكام، وقت اللي طلعت معكم على ابو ظبي وزير الاعلام اللي بدك اياه مضيو، قلت لهم تعطوني حريه كنت بلشت هون. هون قد ما ادفع قليل، هيك برامج ما حدا بيقدرها. قلت لهم حطوه مرتين الحضره 7-7 يو ار ان هيفن. لا هوليك بيدفعوا، ما بدي انا تدفع لي، ما عندي تنوره تارفع، بس احترم هالعلم وشي محطه بنحكي فيها انجليزي يعني تنقل لهم لهالاجانب والانكليز. العرب مش ارهابي، العربي ممنوع، لازم تضل الناس تعرف انه العرب ارهاب، بدنا نشيلهم يعني. فاذا تعالوا نقرا كتاب سر الاسرار. ما فيني لكم، معا سنبني بيت الحياه في كل بلد، وها نحن اليوم بدأنا والله معنا. كنت بدي سميه غير أسماء، ولكن كل يلي ساندتهم ماديا معنويا حطيت أسماء بيت وبيت وبيت، ما في إلا بيت الإنسان صادق وبيت الله على راسنا كلنا.
وبيت الحياة ليلي، هالتلفزيون إليك، ما حدا كرمني مثله أبدا، ومنا شايفين بعضنا، هي شافتني على الشاشة بس بحسها بقلبي. وبيت ويقار المدينة، نحن المدينة بالسعودية، زينب ومهدي موجودين شوي شوي، ما إلي حدا بمصر، في بلاد كتير، حد بالسودان، ولو أنت البشير كلكم تروحوا تتحكموا برا. اللي عنده سرطان يجي لعندي على البيت خلال أسبوع 3 أسابيع، تنفحص قبله وبعده بتشوف شو بصير فيك. بس إذا كنت من هالحكام اترك الـ FDA واترك أمريكا وإسرائيل، لا تقتل العرب، بدك تدفعها بشخير الموت. بساندك إذا أنت بتساند السند والمدد والصمد والأبد. معا سنسير مع الضمير وسنتعرف على سر الأسرار، من أين أتيت ولماذا أنت هنا وإلى أين المصير؟ الجواب في القلب وفي الكتاب وفي الضمير. شكرا لكم كل يلي بتشاركوني وبتبعتوا لي صدقة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. كتير قليل اللي عم بيشاركوا صدقة مادية، بتبعتوا لي أخبار وهيك إشي عن الإسلام، هيدي كوبي بيست ما بدي إياها. الكتاب عندي ما بدي الكتاب. كل إنسان سر من أسرار الله، كل المخلوقات أسرار إلهية، جميع المخلوقات أسرار وأحرار، كل مخلوق مميز، كلنا أخوة في الله. أنا لا أتبع أحداً بل استفتي قلبك، إن مفتاح الطريق هو التأمل، وخلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. تأمل على هواك. Every breath is a path. كل نفس من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة. هيدا سر الأسرار فيك أنت وفيك انطوى، ما حدا بيقدر يعلمك، أنت بتلقط الحقيقة. الحق لا يقال، ما حدا بيقدر يقوله. كل هالمحطات ما حدا بيحكي حقيقة فيها. شوفوا شو عم بيصير، لو في واحد عم بيحكي حقيقة وصلنا لهون. بعدنا قايين وهابيل، عم نقتل بعضنا الإخوة. أيها الحق لم تترك للصديق، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. سر مفتاح الأسرار هو لا إله إلا الله. كان عمره 9 سنين أوشو، فات على المسجد وقاله، قالوا له أنت جاينا؟ قال لهم أهلي جاينا، أهلي هندوسيين، أنا كوني 9 سنين. قالوا له وين ما رحت رح تكون بخطر، وإذا رحت أمريكا رح يقطعوا لك راسك. قال لهم هون طلعت براسه، بأمريكا رح تطلع براسي، وأنا عارف أنا ماني عم بحكي من جسدي يعني. ولما نوصل على أمريكا وصار يحكي والناس سمعت أذان بلال وغيرهم وغيرهم، إشارات كثيرة، قالوا له هاي بلد مسيحية ونحن ما بدنا حتى كاثوليك، بدنا البروتستانت، بدنا هول الحكمة. كندي قتلوا، وشوفوا كيف جنزروه، كيف قتلوه، كيف سمموله، وقال لهم تاخذوا جسدي يعني، ما عندي غضب تأغضب عليكم، سامحوني. ولكن هالحقيقة بأربع كلمات موجودة بالأرض، موجودة بالطبيعة، وبالإنسان بالكلام، وعلم آدم الأسماء. لا إله إلا، هذا سر أسرار الجسد. لحني فيك أنت تطهر جسدك، ساعتها الساجد مع الواحد الأحد، حي قيوم ما حي قيوم. هذا دعاء يلي بالطائف، كيف كان يرحم، يأخذ الشجرة ثم ما الشجرة تنصاب بالحجر، نحن عم نرجمه. هيك عملنا بالحبيب، ولما راح عند النصارى عنقود عنب، ناطرينك خبرنا عنك عيسى ابن مريم. الحقيقة وحدة اجت بأواني مختلفة، هو كلهم اجوا من هالإيد، بس نحن عم نتقتل ونتخانق على الأواني مش على المعاني. مين بده يقعد على الكرسي يعني؟ انت قايل الكرسي إلك، صرت آلي بخدمة الآلة. حلو كتير في قصة هون بدي أقولها، وقصص كتير بكل كتاب وحكم وهيك. في بي غني كتير، وإيش حاله إنه هو غني رجل أعمال يعني، بياخد ابنه بسيارته الفخمة وبيقول له اقعد عند هول بيشتغلوا عنه، تشوف الفرق بينه وبينه. Thank you daddy. ونزل بعد جمعة إجا مبسوط عم بضوي هالصبي عم بيلعب. قال له خبرني شو شفت. قال له دادي نحن عندنا سيارات هيك مسكرة، هني عندهم حمار بنركب عليه، دونكي.
بتضل الشمس شرقة والقمر والنجوم بنركب عليه، بعدين نحن عندنا بركة بنسبح فيها، هن عندهم كريك هيك نهر نهر. دادي نحن منتلفن لبعضنا تيجوا يسهروا عنا ونقعد ناكل على الطاولة بنقعد على الأرض، كل اللي بيجوا كل واحد بيجيب معه أكل، بعدين نحن مننام بالتخت ومطفي الضو ومدري شو هيك، مننام عشية في قمر في نجوم على الأرض هيك في شي هيك، ومنتغطى كل الأولاد، وبعدين كل الأولاد بتجي ونلعب مع بعضنا. دادي أنا بحب أشكرك، فرجيتني قديش نحن فقراء وهن أغنياء. ما تصدقوا إنه الغني غني، الغني هو اللي استغنى عن هالدنيا كلها. ما بقدر أخبركم، إجا ولد لعندي عمره 14 سنة، جروا الطبيب هو بليبيا وراحوا حطوا له تيزرعوا له الكليوي وتعبني، ما سألوا الطبيب للبيء أو لا، جروا الصبي عمره 14 سنة. إجا لعندي قعد جمعة اثنين، يا حبيب قلبي محمد شكري فاتت بركة على بيتي من شي سنة لليوم بسبب هالصبي وأمه، كتار اجوا على البيت وحطوا بركة بهالبيت، رح حط هيك سامحوني ومد اجري، هالبركة اللي بتشوفوها موجودة فينا بإجرينا، فعل الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، الأجر لو ماها ما فيك تروح وتجي، هيدي نعمة كبيرة ما عرفناها إلا لما شفنا واحد بلا إجرين. بهالإجر وبالإجر الثاني اثنيناتهم هني على الصراط المستقيم، هالسر فيهم. خبرتكم خدمت مرة 900 كيلو معنا النقط، حط إيدي وين يضب جسمه قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد، حطوا مينا دوبك العالم عم بيقدرها هلا ويكرمها، كانت إعلامية مثلي وهيك وجاها مرض سرطان وشوفوا هلا كيف عم بيكرموها الأطباء كلهم، سامحينا سامحينا سامحينا. شيري روجرز كمان كانت نقيبة أطباء وهيك، حط استيتوسكوب، أنا طبيبة العلاج بالكيتشن، The Cure is in the Kitchen اسمه الكتاب، وأكلي حبوه كتير لأنه ما عندي كتاب تأطبخ يعني هيك بتطلع شو فيه وبركب. مرة عم بطبخ كانت ورحت لقيت في عنا شي خضرة بجنينة طشطة، اجا قاسو أخدها قال لي هيدي لوفة، قلت له الأرمن بيطبخوها مرتين بالسنة، قال لي عرفتي كيف تطبخيها؟ هي لوفة ليفة بتفوت على جسمك وبتنظف مرتين، مثل نحن عنا صبير بناكل أكيدني بأمريكا، اللي بشوف عم ياكل أكيدني بيجي الأمبولانس. صار خيي يقول لي نحن بناكلها بالليل، كل شيء ممنوع بالليل اطفي، انه هاي للعصافير، ما انا كمان عصفور شفته، انه تعلمنا مثلا نحن بلبنان بناكل هيدي الحمص الاخضر نسيت شو الاولى نشتريه وبناكله، ما حدا بياكل الا نحن جنيري، نحن حامو. فاذا كل بلد اللي عندها هيك طقوس لها تتناغم مع حياتنا وطبيعتنا، وهيك سر الأسرار لحوي فيك وفيك انطوى العالم الأكبر. كل واحد منا يقول بس الكتاب خير جليس، بس هالكتاب لحوي انت فيك، إذا بتقروا شو يعني لا إله إلا الله باللغة العربية دخيلكم، شغلة مهمة كتير محطوطة بكتاب سر الأسرار، وشي كتيرة. قال أحد الصوفيين عن الزاوية، هذه ليست كعبة ليطوق حولها الأغبياء ولا مسجدا ليضج الجهلاء، هذه هيكل للخراب التام لفناء الإنسان في البقاء، داخلها يوجد العشاق من قبل الوجود وحتى يوم الحساب والحب والخلود، الذين رحلوا عن أنفسهم وغرورهم وماتوا بالحق القيوم. دخيلكم بكل كوكب هالكواكب الموجودة في كعبة مثل هاي، بيحكوا مع بعضهم كلهم، انت بتطوف وبتوصال الكلام لهونيك، كلهم بيتناغموا فيها. في ناس خلقوا إمام علي منهم،
هيدي أهم من أي مسجد، والكعبة الحقيقية لحي فينا مربع مربع مربع، واليوتناسيا مربع 32 ب 32 64 8 ب 8 64، علم المثمن. عشان هيك اكتبوا عربي عربي، بس هذا خط الإمام علي يعني خط العرب، كتبنا عربي عربي حتى يوقف عنا. نعم الحكمة ما تكبر، بيكبر العلم، والعلم محدود، وما أوتيت من العلم إلا قليل. بدي علم يلي العلماء يلي ورثة الأنبياء، ما بدي الألقاب أبدا. هيدي اللقب مطب، شيلوا الألقاب. تسألني عن علم المجهول، أنت علم المعلوم والمجهول، أنت راية الأسرار والأنوار، ولكن تعلمنا بأن الأنا يبحث دائما عن المستحيل. الأنا هو الإيجو، الفكر الكافر الماكر الماهر، بس الأنانية تجي من الأنا، إنما من النية بتجي أنا نحن. صرت مي وي، أنا نحن، كلنا متراسلين. ماذا فعل علماء الغرب عندما وصلوا إلى الكواكب؟ يدمرون الأرض. هذا علم لا ينفع، علم الأنا هو علم الاستكبار والدمار. أنت الواضح بكل الأسرار، تعرف على نفسك، الحقيقة بسيطة وسهلة، بالقليل من الذكاء تدخل إلى الفناء، إلى العقائد والعقد، كلها مراتب صعبة للبسطاء. سهلها يا أخي بتهون، هونها بتهون، ما بقى نفوت بإشياء صعبة تندمر هالعالم. هلأ العالم كله بده يتدمر بسر واحد اسمه الجاذبية، طاقة اسمها The Law of Grace. ما بقى بدنا شيء نووي، لحالة بدها تتدمر. كيف بتصير أعاصير وهزات وزلازل وبراكين؟ من نام ما منقوم، مثل العايشين بالجزر هلأ عم بيهربوا. وقت اللي كنت بليبيا وطلعت على التلفزيون، قال لي القذافي بعد في بوش شخصيا ما اجى يشحتك، ببعتك على مالطا. ما بيقدر بوش، بيملك هديك، فيك تكوني هونيك حرة. هالقد بتخافوا من الحقيقة كلهم، ما بدنا حقيقة. والحقيقة هي اجت أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. ما حكي عن حاله أبدا، حكي عن خيو عيسى، عن كل الأسرار الإلهية، ورسل قصصنا ورسل لم نقصص، وحكي إشياء إنه ما بيقدر العلم يفسرها، بس فيك تعيشها. كل شيء بيفسره العلم محدود، ولكن الحقيقة ما إلها حدود، ما حدا بيعلمك إياها. Nobody can teach it but you can snatch it catch it، أنت فيك تلقطها. العصفور مين علمه يطير؟ عنده جوانحين بطير. النسر، الحيوانات كلها مين علمها؟ الجنين مين علمه كيف يفوت ويطلع؟ فإذا من لدني العلم، هذا هو سر الأسرار. لحو فيك عود تأمل هيك نص ساعة بالنهار، أعطيه وقت لألك، ساعة ألك ساعة لربك. مين عم بيسوق السيارة؟ مين قاعد ورا الكاميرا؟ أنا بتطلع بهالنور قدامي بالكاميرا وبشوفكم كلكم، كلكم عم تحكوا من خلالي. بيجي لهون ما بعرف شو بدي أقول، إذا بدي أفكر بطلع كله من الكتب، بدي من لب القلب، لأنه كل لحظة فيها يقظة، كل لحظة فيها سر كبير. إذا هاللحظة ما أجتني شي ضربة هيك وصفعة، ضل مع الأهل غيشي وماشي مع الأموال. من لدني بس اطلبها، أنت يكون دعاء مستجاب. أنت ادعوني أستجيب، ما رح يفرض حاله عليك. تتذكروا وقت اللي عم بيفتش على الله، عم بيفتش على الله، هيدا السر، هيدا سر الأسرار، عم بيفتش عليه، شافوا قاعد هونيك، رح لعنده أنت الله. قام الله فات هيك على البيت، مكتوب هنا بيت الله، فات وتغور، هيدا قصة من تغور يعني من كبار الصوفيين، قال لا، إذا فت عبيت الله مت، اللي بده يدوب بالله بده يموت. سلام من عشره حمل صرميته، بركي الله سمع طرطقة صرميته وإجا فتح له البيت. ضل ماشي وبعده ماشي وغاشي، هي الإنسان اللي ما بده يعيش سر الأسرار. مرة تاجور كان في حفلة بلندن عن الشعر، اللي بيكتب شعر بالإنجليزي، كتب شعر أعطاه لواحد اسمه كيتس يعني من كبار شعراء بريطانيا، قال له صلح لي، قال له غيرت لك أربع كلمات.
اري هالشعر. زقفوا شوي قالوا له تاجور هالشعر اللي كتبته فيه 4 حجار بهالنهر. شيلهم وحط كلماتهم ولعوا. وانا هيك لما بكتب هالانا الكونيه اللي فيكن وفيي بس اكتب بقرا بقول مين اللي كتب؟ كيف تقري اللي كتبتيهم؟ انا عم بقرا ما بقراهم، مش عم بقرا وبقرا بقول معكن حق تسكروا بهالكتب. وانا مثلكم سكرانه. قالوا لي لا بقى تكتبي احكي حكي. ما بعرف رح اعملها. قعدي بحكي بس. وشو ما كتب حكي كتاب واحد كتبه كاب اوف تي. وانا كل اللي اكتبهم بكتب منه هو ومن اللي بتعطوني اياه. شاركوني بحقيقة الاسلام بحقيقة الخلفاء وهيك، ما تعطوني وعظات لازم تقولي هيك وتعملي هيك وتتحجبي. ما تفرض علي فريضة، لا فريضة ولا شريعة ولا طريقة، ما بدي قانون. دقوا على القانون. مشان هيك بحضر كتير أشرطة لأوشو، جورجيف، مينا دوبكس، كل هالموحدين يعني فاتوا بعالم. كنت أقرأ للويز هاي بس شفتها نكرته لأوشو وشيلته من كتبها أسماءه، شفت انه بس بدها اياها تستعمله ما عم تقرا له. كل واحد عم بيستخدم الحقيقه ما بدي. جورج جورجيف يلي كتب عنه استعمله لجورجيف ما بقرا له. كل واحد استخدم هالمشاهير ليكبر هو. هتلر مشهور. عمر مختار قال له عمري اطول من عمر جلاده. هي حقيقة. من هو هذا يسوع؟ من هو هذا الكون؟ مش ابنه للنجار؟ مين حي؟ يسوع المسيح أو المسيحيين؟ في خوري قال لي لي 50 سنة بهالكنيسة وبعدني مسيحي. قلت له كون مسيح. إنه قد ما بيشوف غلط وكذب وتجارة وهيك. لا محمد محمدي ولا المسيح مسيحي ولا بودا بودي ولا رابعة مسلمة أبدا. الإنسان الكوني هو من لدني. هذا هو المؤمن، هذا هو الصوفي، هودي أهل الذكر. شو كان في قبل كل هالديانات؟ شو كان في قبل آدم وحواء؟ قبل ما أجا الإنسان شو كان في؟ أنت ونيك روح. كلنا من روح الله، كلنا عائلة ملكية. بس الكتاب أنا ضعيفة. وقت نكون قاعدين 3-4 بالبيت عنا وهيك ونحكي بحس حالي إيه إنه عم فيني أحكي. وقت بيجي محمد كيلاني بخزق كل الكتب بس ما بيحكي هيك كم كلمة. عنده فعل ما عنده كلام. ما راح على المدرسة وقال له بي خد شهادة مثل كل هالبيات والأمات. قال له أشهد أقوى. خبر سر لبيه قال له أنا بخدمتك. عارف إدغار كيسي هيك 8 سنين جا بيه قال له بكرة بدي أقوم سمع لك وإذا ما عرفت لك تاكل قتلة. ركب على البسكليت سمع صوت 3 مرات إدغار what do you want؟ شو بدك؟ قال له I want to help people. بدي ساعد الناس. مين بيقولها ابن 8 سنين؟ قال رجع إجا ونام. إجا بيه الصبح سمعت اشوف مثيلتك قري الكتاب كله قري هديك. قال له بهديك الكتاب بهديك الكتاب عمتي شو عم تعمل؟ راح لعند الابونا قال له هيدا مسيح. اصحى تفرجي لحدا، اصحى تخبر عنه طمه. وهيك حطوا ادغار كيسي كرمته امريكا كثير. ترك كتب منا من الكتب ابدا. ابنه حدي احمر مني. قلت له ولو بيك ادغار كيسي ان نجيب لا ينجب واذا انجب اعجب. مشان هيك بطلبها منها بركي بتجيك شي لطشي من هالصحوة. كان يقول لهم بتحطوها كل يوم على التلفزيون؟ قال لهم في حدا بيحكي عن بيك مثلها؟ بتمنى يكون عندك ذرة من كمال جنبلاط. انت منك ابنه جمب إلوت. وانا جيت لعندك وانت عارف انا مع مين وعندي انليمتد المال موجود. قلت لك قدم ارض لبيك بيت المعلم حلم بقلبك انت كريم الى كمال جنبلاط.
امي تقرا على السطح تحبه كثير، الا بين احنا مش دروس، هذا بيجي لابونا طلعي على السطح. وتقرا جبران، دخيلك اخواني ما بتحبوا اطلع على السطح. وانا كنت خاطبه بعدني 15 سنه، امي هيك زواج اخذتني على الخنشاره على المختاره، وشفته حط بيك ايده علي ما بنسى، واخذني على اوضته وهيك، وده انزرعت فيها البذره، قلت بس ارجع على لبنان بيت المعلم يكون بالمختاره ان شاء الله بالخنشاره. رابع بعضكم، نعم، من هون انطون سعدي، من هون كمال جنبلاط، من هون موسى الصدر، منه جسديا بس من هون يعني، بس دايما منخاف من الحقيقه. هني احياء، دعوا الأموات يدفنون بعضنا البعض. 18 سنة غاب المسيح، وين راح؟ وين قبره؟ قروا كتاب The Mustard Seed، كتاب للقديس توما، حبة الخردل، كل هالكتب موجودة على موقع بيت الله. إن شاء الله بالأردن يكون عندنا بيت اسمه بيت الله. بدي روح ماشي من هون لهونيك، بتمنى كلكم، كل واحد بدي يحط صدقة يحطها في بيت الله، وهذا بيتنا كلنا.